ضيفتنا هلأ مشاهدينا إعلامية مميزة من خلال تحقيقاتها واكبت أهم التغييرات والأحداث اللي عم بتصير بالبلد، وقد ما كانت صعبة الظروف والتحديات التحقيقات استمرت حتى أصبح اليوم برنامج تحقيق مرجع للناس، لأنه بيعرفوا تماماً عم بيكشف الحقائق بكل احتراف وشفافية. اليوم رح تخبرنا عن الموسم السابع، موسم جديد مليء بالمفاجآت والتحقيقات. سيدي كلود أبو ناظر هندي، أهلا وصحبا فيك. صباح الخير. كلود اشتقنا لك، وراح تطلع علينا بالموسم السابع الليلي على الام تي في. راح نشوفك مرتين الساعة 7 المساء بحلقة جديدة من تحقيق، وكمان بوثائقي خاص الساعة 10. الساعة 10 وثائقي خاص خارج تحقيق، ولكن اختاروني أنا حتى أحقق هالوثائقي الخاص. بديك نحكي عن بدي احكي عامة عن برنامج تحقيق، لأنه من البرامج اللي يعني تحقيق صار مرادف لشاشة الام تي في، لأنه انطلقتي لأول مرة عبر شاشة الام تي في عام 98 ورجعتي مع عودة الام تي في. 98 كان برنامج تحقيق، ولكن انطلقت مع الام تي في بال 95. صح. عن تحقيق اليوم دخلنا هلا بهذا الموسم، موسم السابع من سنة 2009، وهلأ يعني المواضيع يعني للأسف أهم مواضيع هي المرتبطة اليوم بالزبالة. يعني شفتوا أكيد على السوشيال ميديا كل السيول اليوم، سيول الزبالة يلي اشتاحت طرقاتنا. ونحن ناطرينك حتى تطرحي هالموضوع مرة جديدة عن الوضع أو الظروف اللي عم نعيشها اليوم، ولكن دايما من وقت ما طليتي كلود حاملة هموم الناس وحقوق الناس ومشاكل الناس ببالك، وهيدي هي القضايا اللي كنت دايما تطرحيها بكل شفافية. مثل ما قلت، شو اللي بيخلي برنامج أو برنامج تحقيق يستمر كل هالسنين بنجاح من دون ما توقعي بالتكرار؟ سؤال حلو. لأنه هموم الناس ما بتتكرر، ومشاكل الناس منا تكرار، وحياة الناس يعني نحن أنه وقت بنفوت بكبرتنا على بيوت الناس بيفتحوا لنا قلبهم، مثل الليلة حلقة ألزايمر يلي فعلا الجديد فيها أنه ناس فتحوا لنا نتصل يقولوا لنا نحن بنوثق فيكم، يعني أنتم ما رح تحوروا الواقع ولا الحقيقة. يعني فتنا على بيوت العالم وصورنا المرضى، يعني نعم. تأملي أنه مثلا بنت، أنه سيدة، تخلينا نصور إما يلي توفت مبارح. دقت لي مبارح واتساب، قالت لي ماي مام دايت توداي، يعني رح نشوفها الليلة بشهادة تحية. نعم. هيدا اكبر، انا اكبر اعتراف لإلي وقت بخلونا الناس انه نفوت على بيوتهم بمصابهم بآلامهم، يحكوا معنا. هيدا دليل على ثقتهم فيكم، هيدا دليل على الثقة، وهيدا مش سر يعني، ولكن هيدا عنصر من عناصر نجاح تحقيق اكيد، لانه من الاول تبنينا الشفافيه، تبنينا الجديه، تبنينا نكون كمان كثير سنسير مع الناس، نكون قراب منهم، مش انه نحن جايين نعمل سكوبات يعني. نعم. انه انا السكوبات ما بهموني، مع انه نحن ببلا سكوبات يعني مجتمعنا واللي عم نعيشه كل يوم. يعني منيح انك لبنانية، لو كنت عايشه مثلا بالسويد ما كان عندك شيء بركة تحكي عنه او تعملي فيه ريبورتاجات، ولكن قاعده بلبنان وكل جمعه في عندك يعني مجموعه من القضايا ممكن تتطرقي لها. لانه بدي اقول لك، انا كثير بحكي مع الناس، كثير بقرا، كثير بتابع اخبار، كثير بتابع اخبار حتى عالميه، يعني انه برامج عالميه على التلفزيون الفرنسي، على غير التلفزيونات يعني، وبيجيني كثير يعني انا عم بشوف يمكن بيمروا قدامك مشهد بتخلق من وراء فكره بتقول اوف هيدي اكيد بلبنان بتهم الناس، عدا عن مشاكلنا اليوميه يلي اليوم مثلا انه انا جاي على استوديو حاله طوارئ بالبلد. نعم. انه نازله انا من ضيعتي من بكاسين، وصلت على جسر خلدي، واقف السير شوف فيه، فكرنا اكسيدان او برك من المياه على جسر خلدي، السيارات ما عم تقدر تمرق، يعني
السيارة الفور ويل وبتغطي السيارة. ولكن هيدي كلود من المشاكل اللي بتتكرر عنا بالبلد، اللي كل للأسف سنة منعيش نفس المشكلة وما منلاقي حل. للأسف يعني إن كان برنامجي أو غير برامج أو الام تي في بشكل يعني عام، معروف الأماكن اللي بتتجمع فيها المي، معروف الأماكن اللي فيها مشكلة كل يعني سنة، هذا خلينا نسكر البلد. إنه اليوم هالمسؤولين هودي يلي هن ذاتهم عم يجوا وزراء وعم بيكونوا لا مسؤولين، لأنه هيدا لا مسؤولية، إنه مش قرفونا. طيب إنه وقت بقولوا إنه خليها هالوزارة، خليها هالوزارة تفل، إنه الوزارة إنه هي الوزارة ما لازم تفل، ولكن ما عم بيعملوا شيء. طيب حضرتك بتجي على شغلك كل يوم، ألبير كمان، أنا بواظب كمان على شغلي باستمرار. طيب هن وين أشغالهم؟ وين هن النواب لازم يروحوا يشرعوا؟ وين الوزير لازم يجي كل يوم يتابع ملفاته؟ وين المسؤولين؟ يعني شيء معيب اليوم على السوشيال ميديا، هودي سيول الزبالة يلي داولت وين ما كان، على كل انتو عم بتصوروا اليوم بالعالم كله، عم بتصوروا اليوم انتو. نحن الاكيب تحضيرا لحلقة خاصة حول هالموضوع، نحن عم نعمل حلقة اليوم عن اول شيء مكونات الزبالة، شو يلي فيها بيأذي. يعني عم رح نحكي مع حدا شيميست وبيولوجيست يفسروا لنا، يعني اخصائيين بالكيمياء وبالبيولوجيا يفسروا لنا شو هي مكونات الزباله يلي بتاذي، ليه عم بيقول لنا انه بتاذي، فضلا عن اطباء واخصائيين رح كمان يخبرونا شو انعكاساتنا على صحتنا ووين بتاذي، كيف اي باي مكان بالجسم على اي انه. شو هن المواضيع اللي أنت بتحبيهم وبتختاريهم شخصياً، المواضيع اللي بتهمك أنت كامرأة؟ كامرأة يعني كل شيء. ليك أنا ما بفكر أنه كامرأة شو بخصني، لأنه كل المشاكل ما لازم تهم المرأة، مشاكل الرجل بتخص المرأة كأم، كأخت، كعشيقة، كزوجة، كحبيبة، كله بهم المرأة. إنه المشاكل يلي بتهم الولاد بتهم المرأة، يلي بتهم الرجال بتهم المرأة. يعني هي المرأة هي التي تحمل. نعم، لكن هي التي تحمل كلود، هي التي مش تحمل مشاكل كلود العالم. أنت شخصيا يعني هيك قصدي. أنا كل شيء بخلينا هيك يكون عندنا ايموشن او هيك مشاعر قويه او بتخلينا نتحرك قدام شيء بتهمنا، ان كان ايجابا او كان سلبا. نعم. يعني مش ضروري دائما بالسلبيات. نعم. يعني انا كثير عامله حلقات كمان انترتينمنت واشياء حلوه واشياء مهضومه وعن انجازات وعن مبدعين. يعني هو ال السانس تبع تحقيق، يعني اوريجيناليتي تبع تحقيق هو الفورم تبعيته. نعم. يعني اكثر الفورم من انه الكونتنت، لانه الفورم هو الوثائقي، هو وسيله الاستقصاء، ولكن بلبننته. يعني انا ما بقدر اقول اذا بتجي اليوم مثلا تلفزيون فرنسي بيطلع على تحقيق بقول هيدا ما في معايير التحقيق الوثائقي. نعم. اللي هن بيتبنوا او البي بي سي مثلا او سي ان ان، انا لبنان التحقيق حتى انا بدي ابسط المشاهد اللبناني وخليه لبنانتي، بمعنى اختيار مواضيع معينه، اول شيء المواضيع او عدم اختيار شي مواضيع غيرها او مواضيع، وثاني شيء الطريقه. نعم. يعني بنحط مثلا كثير ميوزك، بنحط اوقات كثير سسبنس حتى يكون انترتيننج شوي، ما بنفوت كثير بندخل بالشرح بتفاصيل لبناني ما له جرت. يعني تقعدت قاعدين ساعات تفسريله وتشرحيله عندنا مشكلة بالتركيز. لا هلا بعد شوي رح نقوم نرقص احنا وياك، بس الله يسهل. اذا كملنا هيك رح نضطر نرقص يا كلود بعد شوي. شو الصعوبات اللي بتواجهيها بتنفيذ هالبرنامج؟ منه هين ابدا، خاصة انه اوقات مواضيعك بتكون جريئة وممكن تأدي لفظائع. يعني الحلقة بتاخذ معنا اسبوعين ثلاثة شهر، يعني مواضيع اوقات ممكن تؤدي لفضايح، ممكن تعرضك لتهديدات. بتعرفي ما بحب هالكلمه فضايح، انه هيك فضيحه، ما في فضيحه بقى، انه كل شيء معروف، انه شو بدي افضح او عم تكشفي حقيقه. يمكن نحن عم نغض النظر عنها. جاي حلقتين كثير مهمين عن المخدرات وعملنا اشياء ما حدا عملها بعد، هلا رح تطلع قريبا الحلقه عم بعلنها هون. ما
فيها شيء فضيحة، ما فيها شيء الناس ما بتفكر فيه أو يمكن ما بتعرفه، ولكن الطريقة أنا يلي بغوص فيها يلي بقله للمشاهد تعال شوف ليه صارت هذه القصة، ليه هالمشكلة قائمة، شو هي مكوناتها، شو هي نتائجها، بس أنه إجي فضيحة يعني أنه مش السيل تبعها. هو بدنا نرجع لموضوع السكوب يمكن هذا اللي أنت بتبعدي عنه. هلأ كيف السكوب؟ مثلاً آخر حلقة عملت عن تلوث المي، يعني صار لي أنا عملت 3-4-5 حلقات عن تلوث المياه. طيب هيدي ما عم نشوفها دايما، نحن فتنا بمطارح ما حدا بعد فيت لحتى نفرجي قد ايه اليوم مياهنا ملوثه، وانا بأسف انه اليوم نطرنا حتى الزباله تفوش على وجه الارض. عارفين رح نوصل لهالنقطه، بس انه في عنا عايشين بالزباله من قبل من سنين بكتير، وقت اليوم شواطئنا هي مزبله، وقت بحرنا مزبله، وقت انهرنا مزبله، وقت مجاري مياهنا مزبله، وقت المياه الجوفيه تبعيتنا يعني مزبله، يعني حياتنا كلها صارت مزبله. حتى مثل اليوم نشوف سيول زباله ماشي بتنقطع، تنقول في زباله بلبنان واكلتنا الزباله. كلود خلينا نحضر جزء من ريبورتاج عن تلوث المياه يلي حضرتيه خلال تحقيق. مجارير تصب بالبحر، أسيد مصانع يتفجر بالبحر، بقع فيول تلون البحر، مجاري أنهر تتحول إلى مجاري مياه آثنة، مسارة بينتهي بالبحر. هيدا هو مشهد أثالة السياسيين ببلدنا، هيدا هو ثمرة فساد المسؤولين ببلدنا، هيدا هو نتاج شناعة ووساخة الحقل العام ببلدنا. من سنين برنامج تحقيق صور واقع البيئة المائية بلبنان، وبأكثر من حلقة نقلنا مشاهد مجاري مياه. نخرة، ينابيع، أنهر، سواقي، بمختلف المناطق من الشمال إلى الجنوب، جلنا على طول الشاطئ وشفنا الويلات. المشهد يتدهور سوءاً والمنظر يزداد بشاعة. بالإضافة إلى الموسم الجديد من برنامج تحقيق على الام تي في هالسنة والمواضيع الجديدة يلي أكيد من بعد الموسم الماضي لازم كمان نضلنا محافظين على المستوى، نضلكم محافظين وتضلكم تلاقوا مواضيع إن شاء الله، يعني نضل نلاقي مواضيع، بس لا مش في مواضيع مثل هيدا يعني. مواضيع في كتير. رح نحكي شوي عن الوثائقي يلي اشتغلت عليه، وهو الوثائقي يلي بيحكي عن الخاص لمناسبة مرور 35 سنة على تبوؤ المتروبوليت اليسعى لمطرانية بيروت للروم الأرثوذكس. 35 سنة، أول شيء الفكرة ليش ركزتوا على الفكرة؟ تقلك أنا وقتها اتصل فيي أستاذ ميشيل المور قال لي بدنا نحضر وثائقي عن هذا الموضوع وبدك أنت تستلمي يعني، وبالفعل تعاوننا يلي كان يعني نشكره شكر كبير، هو رمز النجار مع فريق العمل، عنده فريق عمل رائع. صرنا 4 أشهر تقريبا نحضر هالوثائقي، عملنا اكثر من 20 انترفيوز. لا قدرت تجمع كل هالشخصيات من خلفيات مختلفه، انتماءات مختلفه. مظبوط، يعني كان من رجال سياسه كبار، رجال دين، مفكرين، رجال اقتصاد، يعني اكثر من 20 مقابله وروبورتاجات كثيره. صورنا تقريبا كل كنائس بيروت للروم الارثوذكس وهي بغايه الجمال. وهون انا بدي ادعي فعلا انه نحن يمكن في كثير ناس ما بيصير لها تظهر برات لبنان تشوف متاحف، يمكن نحن عندنا نقص بالمتاحف، ولكن عندنا كنائس، عندنا جوامع رائعه. ولكن بما انه عم نحكي اليوم عن حلقه الروم عن الروم الارثوذكس، في عندهم اشياء كتير 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 رائعة، يعني بتستاهل انه واحد يروح ويزور حتى
يتفرج على أكيد جولة على مسيرة المتاحف وجولة على مسيرة هالرجل الاستثنائي. أكيد هو هيدا الأساس. وأكيد فريق عملي يلي ساعدني وأنا بدي أشكره. وأنا فعلا ماشي لو مع الفريق العمل بس اشتغل على هالوثائق اللي معك من سنين هو برنامج تحقيقي وتصور من أسرار نجاح البرنامج. أكيد. وفي شيء بهيدا الحلقة الليلة عن المطرنية متروبوليتي سعودي ما معه خبره. نعم. بدنا نحضر الفيديو كلود لأنه وقتنا صار كتير ضيق. خلينا نشوفه سوا. ب 13 نيسان من العام 1980 ترأس متروبوليت بيروت وتوابعه المطران لياس عودي أول قداس له بأبرشية بيروت بكنيسة القديس نيكولاوس بالأشرفية. المتروبوليت استلم مهامه كراع لأبرشية بيروت بمرحلة دقيقة من تاريخ لبنان يلي كان عم يشهد توتر وقلق نتيجة الأحداث السياسية، فوقف عارفاً دارساً القضايا المحيطة فيه كلها بذكائه الحاد، وغدا يعالج أوضاع كنيسته التي ترى بالتعايش مع جميع الطوائف مبدأ لابد منه بوطن يقوم على التعددية، فحمى هالمبادئ وطورها وعمل على تفعيل الحوار ورفض مبدأ أو فكرة التقسيم، وعمل على إيجاد قواسم مشتركة بين مختلف مكونات المجتمع اللبناني. ولا يمكن أن ينسى التاريخ اللبناني دوره الريادي ومواقفه الوطنية حتى أصبح اسمه مرادف للليلة. لكن على ام تي في ها تعال مثلا فرينو. كلود، سؤال شخصي، وسط كل المواضيع والقضايا اللي طرحتيها، قد ايه صعب انه تبقي موضوعيه؟ يعني بعرف في قضايا ومواضيع يعني ما بنقدر نتملك اعصابنا فيها، يعني هل بيظهر رايك بمكان ما في شيء اسمه موضوعيه؟ يعني سؤالك كمان كثير بمحله، لانه غلط قول موضوعيه 100%، لا، لانه مش انا ممكن. عندي رايي وعندي موقفي وعندي يعني بقدر انقل الواقع مثل ما هو، ولكن انا بدي اعطي موقف اخر شيء يعني، وهيدي يمكن كمان قوه من عنصر قوه بالبرنامج. وانا بالاخر بدي اعطي موقف، بدي اعطي راي من هالموضوع كان سلبي او ايجابي او يمكن تضامني او شيء اخر يعني. ليلي، عن مرض الالزهايمرز يلي هو المساج المهم بهالحلقه هيدي، انه نحن ما لازم الناس اللي حبونا كل حياتهم ننسيهم اذا هن بلحظه من اللحظات نسيونا لانه اصيبوا بهالمرض، والا نحن بنكون مصابين بالالزهايمر. على امل ما نعود نضطر نقول هالاشياء، هالاشياء تصير طبيعيه اكثر، وعلى امل كمان انه هالامراض بلش يكون في لها حلول ان شاء الله. لا كلود، رح نحضرك مرتين الليله الوثائقي ومتحقي. وبس نخبر المشاهدين انه ما رح نمضي الوول اوف فيم مع ست كلود، لانه كانت ضيفتنا مش من زمان وكمان مضيت لنا وتركت لنا كلمه حلوه. نحن بنشكرك ومنورينك الليله، وبرنامج تحقيق بيبقى من البرامج اللي نحن دائما بنفتخر فيها وبنتمنى لك التوفيق بهالموسم الجديد. اهلا وسهلا فيك. هذا كان نهارنا مشاهدينا، هاف ا جريت داي، بنشوفكم نحن بكره لايف ذات الوقت. باي باي.